الظروف ساهمت وساعدت انه يكونوا هاد الناس في هذا العمل الفني هذا، وخصوصا انه كان واحد الكاستينج اللي تختاروا فيه مجموعه ديال الناس، وفعلا اللي تم الاتفاق عليه هو انه بو الدومه. الظروف ساهمت انه يكون هذوك جوج هذوك لي دو بيرسوناج في الكليب، وخصوصا انه دار واحد الكاستينج يعني فريمون وصلنا لهذه النتيجه انه هذوك الناس هما اللي غيعطيو ديك النتيجه اللي بغينا حنايا في هذاك البيرسوناج.